العليوي مرة أخرى بكرة على جهة اليمين، الكرة لصدها غنام عرضية رونالدو بالراس، يا ولد يا كريستيانو، رونالدو يدرك الهدف الثاني في ليلة كريستيانو. لا يمكن أن يهدأ، لا يمكن أن يهدأ، لا يمكن أن يهدأ رونالدو، والبصمة يحب يكون هدف، هدف انتصار، هدف انتصار في ليلة انتصار. حلوة اللقطة العربية، واجمل اللقطة لكريستيانو رونالدو، هدف العادة، هدف، الهدف الثاني في مصنع النصر، الهدف من جانب كريستيانو، العربية روعة، رونالدو بالراس، يا سلام. قل لي بربك متى ستشبع يا كريستيانو، 38 سنة ولا زال يحطم الأرقام والشباك والمشككين، رونالدو